السؤال بقى اللي بيجي برضو في بالي غير ان انا هستأذنك ان احنا نسمعها مرة كمان هي مسألة بقى وائل ما شاء الله الله اكبر ملء السمع والبصر بس ده احتفال العالم هيتفرج عليه وده برضو ضغط تاني صح؟ طبعا يعني هي اغنية واحدة وكنت مثلا في المدرسة وانا صغير كنا بنغني الأقصر بلدنا يعني طبعًا. مثلا يعني أصل الأقصر بلدنا دي عاملة زي الأغاني يعني حاجة خلاص في دمنا يعني بجد يمكن الأغنية دي تحديدا يعني لكن اليوم ده حسيت ان الأقصر بلدنا دي أتقل أغنية في حياتي هغنيها النهاردة يعني وطلبت من ربنا سبحانه وتعالى المدد بقى يعني يسترها معايا يعني يا رب يا كريم والله فالحمد لله سترها يعني بس لازم نحيي العباقرة فتح أورا اللي كتب الكلام الجميل طبعا علي اسماعيل عبقري لحن ووزع عبقري عظيم محمود رضا مصمم الرقصات علي رضا اللي اخرج الفيلم طبعا يعني كل دولت عباقره انا سبب في انا اكمل في دي بقى المصريين كله صح يعني والفيلم حلو بس هو كمان في عبقريه حقيقيه في دمج الاغنيه جوه التابلو او جوه التصميم الكامل للاحتفالات بتاعه الاقصر يعني كيفيه صح. الدمج واعاده التوزيع مره تانية ويبقى في اوركسترا هي اللي بتلعب الاقصر بلدنا يعني برضو نادر عباسي عمل عبقري في انه يخلق التعشيقه دي او الفيوجن ده وحفيد الموجي احمد الموجي واحمد الموجي طبعا مفيش خلاف